السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض البطاطس المتحمرة بطريقة سهلة. طبعا أي كمية بطاطس عندك هنجيبها ونقشرها بالشكل ده. طبعا ممكن تقشرها بالسكينة لو هي أسهل معاكي، بتقشرها بالشكل ده وبعدين هنغسلها. طبعا بعد ما نقشرها طبعا هنقطعها بالشكل ده، وبعد ما نخلصها تقطيع هناخدها ونشطفها كويس جدا بالمية، وبعد كده هنقول لكم الخطوة الجاية ايه. طبعا هنخلص الكمية كلها وارجع لكم تاني. انا عملت بس اتنين قدامكم اهي. طبعا البطاطساية انا بقطعها بالشكل ده. طبعا بعد ما غسلتها هيت، طبعا جبنا نص معلقة من الملح وربع فنجان من الخل او نص فنجان من الخل الابيض، وهنضيفها عليه وهننزل عليها بشوية مية ونسيبها لمدة نص ساعة، وبعد نص ساعة هنبدأ نحمرها دلوقتي معاكم. طبعا جبنا زيت بنسخنه كويس جدا، وبعد التسخين هننزل بالبطاطس بتاعتنا وهنهدي طبعا النار عليها عشان تطلع مقرمشة. وياكي لازم تهدي عليها النار خالص لمدة 4 دقايق، وبعد كده بتعلي النار هتبقى معاكي مقرمشة جدا بالطريقة ديت. طبعا بنقلبها تقليبة واحدة بس، وبعد كده بردك هنسيبها لغاية ما تبدأ تحمر معانا على نار هادية لمدة 4 دقايق، وبعد كده هتلاقيها بتحمر معاكي وبتديكي قرمشة لذيذة جدا. هنخلص الكمية ونرجع لكم. طبعا بعد ما خلصت الكمية اللي كانت معايا اهي بقت بالشكل ده. يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكم، وان عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.